السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. سؤال معلش. رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة. نعم. ولما تم سؤاله أقسم بالله إنه ما يقصدش إنه يهددها بالطلاق. هل تحسب عليه طلقة؟ عفوا، ما اللفظ الذي قاله لها؟ قال لا أنت طالق. لا نحتاج إلى سؤاله عن نيته، الله يبارك فيك، لأن هو اللفظ نفسه دال على النية. تحسب محسوبة طبعا، ولكنه أقسم أنها مش طالق. أقسم يعني هو أنا ما أقسم، لأن هو لفظه صريح. الله يحفظك. شكرا. ما في واحد يهدد زوجته يقول لها أنت طالق وقل أنا أهددها بالطلاق. لا غضب. ليس وقت غضب. لا ليس تهديدا.